يجب أن نتربى جميعا في أن القضاء إذا نزل نسلم به. أول مرحلة فيه لا يرفع القضاء حتى يرضى به، محدش ميل ويضرب به، مش خطير ده هيفضل الايه. ولذلك الذين يعيشون في البلاء طويلا هم السبب. ليه؟ لأنهم ما رضوش بالله. لو رضوا لرفع الله الايه. زي ما تدخل وابنك تلاقيه عمل حاجة بيلعب كوتشينة ولا حاجة وضربت قلم، إن استسلم ورضي تعمل ايه فيه؟ تطبطب عليه وتخلق مش عارف. طب وانت النح التاني الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيعاملنا كده. اذا نضينا بقضاء يقول من رضي بقدري اعطيته على قدري. اذا المسألة ترضى بالقضاء ربنا يعمل لك الحكم، يبين لك الحكمة في هذا الايه، في هذا القضاء.